حسبي الله عليك يا عبود، خرب الرادو. السلام عليكم حبيباتي. حي الله معلاوي. ويدي قايلة بتباتين عندهم عقيل عيال. لا حبيبتم سعيد، أنا رجعت علشان سمعت إن في اكتتاب في شركة أسهم جديدة اليوم قريبة من بيتي. إش دراني؟ ومنو يابك عيال؟ دراول معقيل ياباني. يمك أم عقيل عندها دراول ياباني؟ هي يا مسلو صدقة بالخير يوم غنى. هو خالين الفكر مثل البقر، ساهي لاهي ولا عنده شعور. شعور؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. ويدي بلاش من جلب ويهج. مقهورة! مطبخ المحماس بيفلس وسبع الناس، تقول ملك من أنواع الأكل الموجود، كله ريس خبيص مجبوس. قام ما يوزلهم الأكل الشعبي، سويت هندي ما يبونه، سويت إيراني ما يبونه، سويت لبناني ما يبونه. شا سوي؟ قولي لي شا سوي؟ سوي صيني ومسلم صخي، لأن زياريني بتطلع. يا مرحبا بهم وسهلة. معلاوي حبيبتي، شوفي لي في هذا الكمبيوتر عن أكلات جديدة ما حد سمع عنها. أوكي. أكل في الكمبيوتر؟ هي يا أم سعيد صدق بالخير يوم غنى، خالين البقر مثل الفقر، لاهي وساهي ما عندهم شعر. وفضحتنا فتاة العرب. أوه لقيتها، السوشي. أشوف تراني ما في شيء. أوه مو بشوفي يا مسلوم، سوشي سوشي، هاي أكلة يابانية. ويدي شرات دري والمعقيل. والله يا مسلوم إنك أنتي والرادة والخربان واحد. ما عليش منها، المهم ما أنا بأكل حرام يمي. لا يا مخمص، السوشي أكلة مفيدة وهي عبارة عن سمة ني. ني؟ يمي هاي وهي طابخة الأكل ناس تسمم. الله يعين لو طعمتهم سمكني عزات ناوة وشرات القطاوة. أم سعيد يعني الحين كلنا ونسينا؟ ما عليش منها يا معلاوي، كملي. شوفوا هذه الأكلة موجودة في مطاعم وايد من مطاعم الدولة وناس وايد يحبونها، وهي يا مخماس توفر عليك البهارات وسعرها مرتفع شوية في البيع، وفي هذه الحالة ما بيفلس مطبخ المحماس. وبالمرة يمي اللي مضيع قطوة يمر على مخماس. تطني زين؟ ما علي، بتشوفين الزباين واصلين لين آخر الشارع، وأخيرا بيرجع مطبخ المحماس إلى سالف عهده وزمانه. بس من أي سمك يسوون السوشي هذا؟ يفضل نوع معين من التونة ولازم طازج. بس أنا ما أدري شو اسم السمك عندنا. هيدي بنسألهم العرين. أم سعيد تعرفين شو يسمون التونة عندنا؟ اندوج. يوم حل السمك ما يعرفونه. لا بالله كدينا خير. هل خلي انا ام سعيد ما اعرف السمك؟ صدق الشاعر يوم قال احدق طري وصدق في دار وانت احدق عوالك في الظلامه. يمي التونه عندنا هو القباب والتبان والصدى واليوذر. سمعتي ولا زيدك يا العنفوز؟ اف سمعت سمعت، خلاص باكر من غبشه كلنا سيارات ومنطلقات سوق السمك. حسبي الله ونعم الوكيل، حشة ما يسوى علينا سوق السمك ولا الشوشي اللي بتطعمنا إياه. أم خماس سايرة تسقر أم سلوم. أوه بس وايد تأخرت. حشة يا أمي انطبخنا، راسي لابد جنة النور. أوه هكم وصلوا. تعالي تعالي يا أمي، هاي مبراكدة، هاي ميتة لازقة في الدوشك لازقة. حشة انتو ما تخلون حد يرقد؟ بس بس فكينا، انطبخنا من الشمس والسبنتي. اوه هاكو تاكسي. بابا ماتشي ماركت جاو. صدقوني البارحة
ياني أرق، حرام إني ما قدرت أرقد. ويدي أكثر من هالرقاد وما رقدتي؟ إنزين، ومن شو مسترجة إن شاء الله؟ من الأراضي ولا العمار اللي في شارع الشيخ زايد؟ لا، من شو يا ربي؟ هي كنت حاتي كيف بنش باكر من غبشة؟ لا، وفوق هذا بعد ياني يا ثوم. وظني يمي تميتي واعي لين الصبح. لا لا، رقت عنا. يا ربي متى بنوصل؟ يا هسيير وعالم الحمد لله سكسان وايد زين اليوم، الشاشة كلها خضرة والأسهم كلها مرتفعة. انت عنا هاي مسلوم طهد على اللابتوب مالي. يا الله اسميها زحمة حشة، ما يسوى علينا هالسمك اللي بناكله، ريوننا تعقلت ناشي من الفجر وبنوصل الضحى العود حشة. لا يوم سعيد، هذا عزم وقت المدارس والدوامات ولا ماشي زحمة؟ وصلنا؟ ارقدي ارقدي بعد الدرب طويل. ويدي توفى الليل وبعدنا ما وصلنا، وايد بعيد. لا حبيبتي مسلوم، هذا نفق تحت الماي، ندخل من باب ونطلع من البر الثاني. دوكم طلعت الشمس، أصبحنا وأصبح الملك لله. ويدي ويدي الله يكملك بعقلك يمي. أكو سوق السمك، وصلنا وصلنا. حشة يمي، ما بغينا. ودي أشوف، ما أشوف شيء. سوشي سوشي، لا تضيعين. أم سعيد شو تبين تشترين؟ أنا بعومة، مو بأي عومة، أباها عربية. رشتو حتى في العومة جبايل، ليش بتناسبينها؟ لا يمي باكلها. أم سلوم وإنتي شو تبين؟ أنا هي ما أنتم سمك بدون عظم. ويدي ماشي سمك بدون عظم، كان بناخذ لك دول. وإنتي يا معلاوي؟ أنا أبا جولد فيش. عن هالخرابيط يلا، واشتري لك سمكة عدلة. هلكنا، ريولي تعورني، حيستينا يا ام خماس، ما يسوى علينا هالقباب اللي بتاخذينه. اوف زين، ما حد يبكن يا عايز مسكربات. بس بس بشتري عند هذا السمك عند زين. اقول على كم القباب؟ هذا قباب واحد 35 درهم ماما، وايد غالي. كم اخر بتعطيني اياه؟ اخر من شان ماما 30 درهم بس. خلاص عيل اعطني 20 سمكة. وحليلها مسعيد تعبت من ريولها. انزين رفيق هذا حسابك، يلا هات لي حمالي. ولا بعد ابا واحد حقي. بس حبيبتي مسعيد انت ما اشتريتي شيء علشان تحطين عند الحمالي. الحمالي مو بحق السمك يمي، الحمالي حقي انا. وانا ابا هامور بسوي فيه له. بكم هالهامور؟ هذا 350 ماما. حشي يا ابويا الذبيحة ارخص. ما عليك منها، هاي عندها وايد ميزات. وانا حط لي من العومه من وحط لنا دول حق ام سلوم. دول في جولدفيس ام علاوي. Thank you.
يمدوكم حلوى يوم. اوه خلاص بس تعبنا. شو اسوي امي؟ لازم اخذ عدة السوشي كلها. ويدي بتروحون؟ حد يودر هالسوق الغاوي والريح الخنينة؟ ايه امي نفرتيتي انزلي بنروح. اوه اكو تاكسي. وا عثرتنا شو هالزحمة. هالزحمة؟ تراهم الناس طالعين من دواماتهم. حسبي الله عليك يا مخماس، وانت ما بغيتي تظهرينا الا يوم الناس سايره وراده من دواماتها. وصلنا؟ لا. لا حد ما اخذ راحته. اوف وصلنا. يلا تعالي وشوفي. مو بشوفي سوشي. خاص سمك. يا الحسن وظهر حسوب اكتبوا لهم ديك ودياي. بس العيايز مر مشحون يتعلم ان كتبوا قرايه دخل حسن والظهر يحسون تبولهم ديش ودياه. الكبار ما يحتاج يقرون عيالهم عنهم كفايه يوم هي ونوى ودشون سروا البراجع في الوقايه يبغن وظيفه تلفزيون ولا مهندس للبنايه عيالهم باتوا يصيحون وحق الري قالوا برايه.